ساعات والزقاء. قيل إنه هاي الدولمنز كانت تستخدم للحماية من أشعة الشمس أو الحماية من الحيوانات المفترسة اللي كانت في المنطقة. كثير من دول العالم قدست هذه المواقع واهتمت فيها، بالذات في بريطانيا التي أدخلتها عجائب الدنيا السبعة ونحن من أدخلناها إلى حجار البناء. كوريا قامت بعمل طوابع خاصة فيها احتراما لها وللترويج السياحي، أو عمل نقدية تحمل تذكارات لهذه المواقع. نوع آخر من أنواع السياحة جمال المدن. عندنا مدن قديمة